Environmental considerations بالنسبة للأجهزة الطبية في غاية الأهمية، لأن هي بتأثر على طريقة استعمال الجهاز في different environments. ففي الجزء دوت لازم احنا أول حاجة to identify factors within the use environment that affect medical device usability and safety. يعني لازم نبتدي ندرس الجهاز ده هيستعمل فين، والمكان اللي هيستعمل فيه ده هل هيأثر على اليوزابيليتي بتاعته والسيفتي بتاعته ولا لا. ونحاول نريكومند appropriate design approaches that can help overcome poor use conditions. يعني لو احنا بنتكلم مثلا على ان الجهاز ده هيستعمل في مكان ممكن يبقى فيه نويز عالية او فيه vibrations او درجة حرارة بتاعته عالية، ايه اللي ممكن نعمله عشان الجهاز ده يبقى safe وممكن ما يبقاش فيه ال probability of use error تبقى عالية. والحقيقة لازم نحاول برضو ان احنا نعمل design recommendations علشان يعني نبتدي بقى نبص على الحاجات اللي هي اللي ممكن تعمل لنا مشاكل في different environments زي noise وزي illumination زي temperature زي humidity زي vibration زي الحاجات التانية كلها اللي موجودة في ال environment، ازاي ان احنا نتغلب عليها علشان في الاخر نقدر نخلي اليوزر يقدر يستعمل الجهاز ده بطريقة accurate وبطريقة safe. وطبعا الجزء دوت لازم نبقى واخدين بالنا كويس قوي ان احنا we do not recommend ways to design the physical environment for medical device use. يعني احنا دلوقتي بنحاول ان احنا نخلي الجهاز الطبي يعني adapt لل physical environment، مش بنحاول ان احنا نخلي فيه recommendations او constraints على physical environment عشان الجهاز الطبي يشتغل. احنا ما نضمنش الجهاز بتاعنا ده هيتحط في environment شكله عامل ازاي، فلازم ان هو يبقى هو اللي مستعد ان هو adapt لل physical environment مش العكس. طبعا كلنا عارفين من مشاهداتنا طبعا ان الميديكال ديفايسز بتستعمل في فيري دايفيرس انفايرمنت، يعني بنتكلم على ان هي موجوده في اماكن كتيره مختلفه تماما عن بعض. يعني بنتكلم ممكن يستعمل في مستشفيات، في كلينكس عيادات، في منازل، ممكن يستعمل في بابليك سبيسز زي مثلا في المطارات، ممكن يبقى في بعض الاجهزه موجوده في المطار ممكن يعني الاسعاف الناس اللي هم ممكن يتعرضوا لازمات قلبيه او حاجات زي كده. طبعا من المهم جدا ان احنا to consider how the environmental characteristics of these places differ and how they can affect the use of medical devices. يعني احنا بالنسبه لنا يعني عايزين نشوف ايه الحاجات اللي بتختلف بين الاماكن المختلفه وبعض، ونحاول نخلي يعني تركيزنا على الاشياء اللي ممكن تخلي الجهاز ده يبقى عنده مشكله او الاجهزه بتاعتنا يبقى عندها مشكله، ونحاول ان احنا في الديزاين بتاعنا نتغلب عليه. طبعا يعني عاده بيبقى احنا بنصمم الجهاز الطبي مثلا assuming في اعتبار ان احنا الجهاز ده هيتحط في مستشفى او هيبقى موجود ثابت في مكان معين الناس بتستعمله، بس actually ممكن الجهاز ده بعد كده يعني في ال actual use environment نضطر ان احنا نلاقيه بيشتغل بطريقه مختلفه. يعني ممكن مثلا نتكلم على الانفيوجن بامبس، دي المفروض ان هي عاده بتبقى موجوده في المستشفيات، بس actually ابتدت دلوقتي تبقى يعني تنتشر في الامبولانسز اللي هي عربيات الاسعاف، وبرضه ابتدت تبقى موجوده في بعض منازل الايه المرضى. فطبعا يعني الاستعمال بتاع الجهاز دوت في الاماكن المختلفه دي هنلاقي انه له امبليكيشنز، ولازم يبقى فيه برضه بعض الحاجات اللي نبقى واخدين بالنا منها علشان الجهاز ده يقدر يشتغل كويس في كل الاماكن المختلفه دي.